أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أيام التشريق تدخل في تحريم صوم يومي العيدين؟ ما يصام أيام التشريق إلا عند متعة وقران، من لم يجد الفدية وهو متمتع أو قارن وفات عليه أن يصوم قبل يوم أيام فات عليه أن يصوم قبل العيد فإنه يصوم أيام التشريق، وما عدا ذلك أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله أيام عيد لا تصام. نعم. ولا تخل بكفارة الظهار، يفطر فيها فإذا مضت يواصل الصيام ويبني على ما مضى. نعم.